المسلسل. معنا مجموعة من النجوم، معنا طبعا نجومنا الأعزاء من فراس. هلا أيمن شكير، في خطا في الكتابة عندنا في السكريبت. يلا حيك أيمن شكير، يرفع ايده. هلا أيمن. هنا موجودة؟ معن موجود؟ موجود. كل حلقة راح يكون في عندنا فقرة اسمها فقرة المسلسل. فقرة المسلسل هاي بكل بساطة عبارة عن سيناريو يكتب من طرفنا نحن، بيمثلوا الشباب الطيبة اللي موجودة هان، وبنشوف كيف النتيجة اللي بنطلع فيها. طبعا أنا المخرج في الموضوع، وأعوذ بالله من كلمة مخرج. مسلسل اسمه جاسم وزوجاته السبعة. نوف متجوز جاسم، لا قصدي جاسم متجوز نوف. مين فيهم الذكر؟ جاسم الذكر يبقى نوف الأنثى. عموما ما بتفرقهم، بيشبهوا بعض، لأن هي بتكون بنت عمه. وجاسم متجوز واحدة ثانية اسمها نوف كمان، بس هاي إيش؟ هاي بنت خالته. بتكون هذيك بنت عمه، هاي بنت خالته. هسا كلب جاسم، كلبه لجاسم بمين معلق؟ بنايفه. نايفه طبعا مش دائما نايفه بتكون، اكيد بتصحى عشان هو يحبها. يعني لازم تصحى عشان يحبها، لازم تظهر نايفه. ام جاسم تكتشف انه جاسم بيخون نوف الاولى ونوف الثانيه مع نايف الثالثه. كيف تكتشف؟ تكتشف من السايق، ها، اللي هو اسمه كرخان. كرخان ايش اضحكوا. هندي؟ ها هندي انت. كوتي انت. وبتبدا الكاميرا تكمل شوي شوي. هسا عشان الكاميرا توصل لهم يكونوا كلوس، ما هو على بعد 3000 متر، بدها تقريبا 3 ل 4 اسابيع من الحلقات قبل ما توصل الكاميرا. ما بعيده، ما الكسره كبير. الله يزيدهم يا سيدي. شو بدنا نقول؟ بدناش احنا نعبر عن حقد او كراهيه او غيره يعني. الله يزيدهم من نعيمه، اكسروا خلص. هذا اللي كتب لنا، بدنا نرضى بالمكتوب. دخلت الموضوع ثاني صح ولا لا؟ انا القائد، بحكي اللي بدي اياه. انت حتلعبي دور ام جاسم، الختياره، يعني بتكون ختياره انت، فبدك اسمه كله معن. انت الزوم نفسه. الزوم تبع ال فيش لك دور لانه انا اسف مع ليش اجيت. تمام يلا ابدو. 3-2-1 جو. انت اكيد ان ياسم يكلم نايفة على الجوال. ماما انا مامي معلوم. ماما انا اعطيني اياها. انت اكيد، لا هاي كمان، انت اكيد ان ياسم يكلم نايفة بالجوال. اوكي هيك بدك تقولي يا جوال. ماشي هاي ثقيلة يا جوال. اوكي عرفتي كيف؟ انت اكيد ان ياسم يكلم نايفة بالجوال. هاي كمان هيك بدي احكيها. ها لا جوال. بالجوال انت على فكرة بسيبك اسمع. كل ما هذا كل ما بتضحك في عندك مشاكل في القصبات. مشاكل رهيبة في القصبات عنده. فهمت ايش؟ اعطوني فرصتي. تفضل. ليش اصبرت عليها هي؟ تفضل خذ. 3-2-1 جو. ماما انا ما ابي معلوم. ايوه. كاوبوي هندي. نعم. ماما انا ما ابي معلوم. ليش بتعمل دور طفل؟ يعني اي نعم ماما. يعني اوكي ماما، بس هي مش ماما انه انت طفل هو ماما. ليش اللي بتتحول لطفل؟ مش طفل هو زلمة، صايك. بقول لك صايك عمره 3 اشهر. اي اتباع لانه في فشل صار في المعادلة. شكرا.